السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا النهاردة حصة جديدة. حصتنا النهاردة بنتكلم فيها عن أسلوب النفي، الصف الثاني الابتدائي. يعني إيه نفي؟ حد يعرف فيكو يعني إيه نفي؟ حد فاهم يعني إيه نفي؟ إيه هو النفي يا ميس؟ يعني إيه معنى كلمة نفي؟ النفي هو الأشياء التي لم يفعلها أي شخص، هو الأشياء التي لم يفعلها أي شخص، أي طفل، أي طفلة، أشياء لم يفعلها. ما معنى النفي؟ النفي هو الأشياء التي لم يفعلها الطفل، الطفلة أو الأشخاص. طيب يعني إيه أسلوب نفي يا ميس؟ أسلوب النفي هو جملة تشمل على أداة نفي. أسلوب النفي هو جملة تشمل على أداة نفي. طب إيه هي أداة النفي اللي تشمل عليها الجملة، اللي تكون موجودة جوه الجملة عشان أفهم منها إن ده أسلوب نفي؟ أدوات النفي عندي لم ولن. أدوات النفي لم ولن. يبقى لازم أما يطلب مني أسلوب نفي لازم الجملة تكون فيها لم ولن. ها نعيد تاني، نقول كمان. هيطلب مني في السؤال أسلوب نفي لازم الجملة تكون فيها أداة نفي. إيه هي أدوات النفي؟ لم ولن. ودلوقتي هناخد ده بالتفصيل. يلا بينا نكمل. عندنا أمثلة لأسلوب النفي. أسلوب النفي لم ولن، أدوات النفي. طيب لم تأكل فرح طعامها، لم تأكل فرح طعامها. لم أذهب إلى المدرسة، لم أذهب إلى المدرسة. طيب تعال نشوف أداة النفي لم في الجملة. حد لاحظ حاجة؟ لم تأكل فرح طعامها، لم أذهب إلى المدرسة. ملاحظناش أي حاجة في الجملة؟ لم هنا تدل على نفي الفعل في الماضي. لم تنفي الفعل في الماضي. طيب لم تأكل فرح طعامها، يعني فرح ما أكلتش طعامها، الحدث انتهى. الحدث هنا اللي بنتكلم عنه في الجملة انتهى، أصبح في الماضي. يعني الأكل تقدم لفرح وفرح ما أكلتهوش. لم تأكل فرح طعامها، أصبح هنا لم حولت الفعل المضارع لماضي. عشان أنا سمع حد بيقول لي يا ميس تأكل دي فعل مضارع، ازاي هنا بنتكلم عن فعل ماضي؟ هنا لم حولت الفعل المضارع لماضي. حولت الفعل المضارع لايه؟ لماضي. تمام كده زي الفل. يبقى لم تأكل فرح طعامها، الحدث انتهى في الماضي، ولم هنا أداة نفي حولت الفعل المضارع لفعل ماضي. فين يا ميس أسلوب النفي هنا؟ أسلوب النفي عندي لم تأكل، لم تأكل، هو ده أسلوب النفي. طب أداة النفي يا ميس هي لم. طب يلا نكمل المثال اللي بعده. لم أذهب إلى المدرسة، لم أذهب إلى المدرسة. يعني أنا بسألك أنت رحت المدرسة؟ لا أنا ما رحتش المدرسة. يبقى الموضوع حدث في الماضي، الجملة هنا حدث في الماضي. عندي لم أذهب أسلوب النفي، لم أذهب
أسلوب النفي، تمام؟ طب فين أداة النفي؟ مين شاطر هيقول لي فين أداة النفي؟ أيوه سامعة بنوتة شاطرة جنبي، هي بتقول إيه؟ لم هي أداة النفي، ولم أذهب هو أسلوب النفي، والجملة هنا اتحولت لحدث في الماضي، لم أذهب إلى المدرسة. طيب نروح للجملة اللي بعدها، لن تأكل فرح طعامها. لن، إيه ده؟ طب إيه الفرق يا ميس؟ ما أنتي فوق هنا قلتي لم تأكل فرح طعامها، وهنا بتقولي لن تأكل فرح طعامها. آه، ما أنت لو مركز معايا هتسمع الجملة بودنك وهتفهم إن الزمن هنا اتحول لمستقبل. يبقى أنا عندي لن تأكل فرح طعامها، يعني إيه؟ يعني أنت لو حطيت لفرح طعامها فرح مش هتاكله، يبقى أنا لسه ما حطيتش الأكل الفرح. خدنا بالنا ولا ما خدناش بالنا؟ هنا لم تأكل فرح طعامها، خلاص الحدث انتهى، اتحط الأكل الفرح وفرح ما كلتوش. إنما هنا حبايبي لن تأكل فرح طعامها، يعني أنت لو رحت حطيت لفرح الأكل فرح مش هتاكله، يبقى الحدث عندي هنا في المستقبل. يبقى هنا لن حولت الفعل المضارع للمستقبل، حولت الفعل المضارع لإيه يا حبايبي؟ آه سامعاك، لمستقبل، بالظبط كده. يبقى عندي لم حولت الفعل المضارع للماضي، صح يا حبيبي، برافو عليك. طب ولن، لن حولت الفعل المضارع للمستقبل، برافو عليك. طيب يلا نشوف اللي بعده، لن أذهب إلى المدرسة. آه معلش صح، برافو عليك شاطر. إحنا هنا ما حددناش ولا أسلوب النفي ولا أداة النفي. طب يلا حبيبي يلا نحدد مع بعض، فين أسلوب النفي؟ لن تأكل، لن تأكل هو أسلوب النفي، تمام، برافو عليك، أنت ولد شاطر، تمام كده. أمال فين أداة النفي؟ لن، أداة النفي لن. يبقى أصبح لما يجيني سؤال يقول لي أنا عايز جملة فيها أسلوب نفي، طلع لي أسلوب نفي، هقول له إيه يا حبيبي؟ ها؟ لن تأكل، ده أسلوب نفي. طب أداة النفي فين؟ هي لن، هي إيه؟ لن، تمام. طيب يلا نكمل، لن أذهب إلى المدرسة، لن أذهب إلى المدرسة. يعني أنا دلوقتي بسألك وبقول لك أنت هتروح المدرسة، فأنت بترد عليا بتقولي لا يا ميس أنا مش هروح المدرسة. يبقى أنا بسألك على اللي حصل ولا اللي لسه هيحصل؟ أنا هنا بسأل على اللي لسه هيحصل، يبقى أنا بسأل في الجملة هنا على مستقبل، على مستقبل لسه هيحصل. لن أذهب إلى المدرسة، ده ردك أنت عليا إن أنت مش هتروح المدرسة. يعني مثلا ماما أو بابا هيجي يقول لك إيه؟ يا كريم أنت هتروح المدرسة يوم الحد؟ فأنت بترد على بابا بتقول له إيه؟ لا، لن أذهب إلى المدرسة يوم الأحد. يبقى أنا عملت إيه هنا؟ برضو حولت الفعل هنا لزمن المستقبل. يبقى لن عندي هنا حولت الفعل لزمن المستقبل، حولت حدث الجملة كله لزمن المستقبل. طيب يا ميس لو سمحتي، لما لن هنا بتحول الزمن للمستقبل، فين هنا أسلوب النفي؟ فين هنا موجود في الجملة أسلوب النفي؟ مين شاطر هيقول لي؟ تعرفي تقولي لي فين أسلوب النفي؟ أيوة قولي لي، لن أذهب، لن أذهب هو هنا، لن أذهب هو أسلوب النفي. طب فين أداة النفي؟ ها الشاطر اللي هيقول لي، ها مين؟ لن، هي فين أداة النفي؟ علي صوتك، اسمها ايه؟ لن، اسمها لن.
يبقى أداة النفي عندي هنا لم. طب أسلوب النفي اسمه إيه هنا؟ وريني معلش، فين أسلوب النفي هنا؟ لن أذهب بس، لن أذهب بس كده أنا جبت أسلوب النفي. عندي أول جملة بتقول يرفع التلميذ صوته، يرفع التلميذ صوته. طيب أنا هنا الجملة دي عايزة أخليها في الماضي، هنا عايزة أحولها، حول الفعل ده لزمن الماضي. طيب ساعتها هختار مين؟ هختار لم ولا هختار لن؟ هختار مين؟ لم. لم، شاطرة، برافو عليكي. ليه؟ عشان لم بتحول الحدث للماضي، بتحول الجملة من مضارع لماضي. يبقى أنا هنا هختار مين يا حبايبي؟ هختار لم، برافو عليكي، هختار لم، شطورة، هنختار لم، تمام. طيب أنا عندي هنا يفتح الطفل الباب، يفتح الطفل الباب. طيب أنا عايزة أخلي الجملة هنا الحدث بتاعها في زمن المستقبل، هخلي الجملة دي في زمن المستقبل. هنعمل إيه؟ هنحط لم ولا هنحط لن؟ لن. برافو عليكي شطورة، هنحط لن، لأن لن أداة نفي هتحول الفعل من المضارع للمستقبل. يبقى لن يفتح الطفل الباب، يبقى الطفل مش هيفتح لك الباب لو انت خبطت. انت مش لسه ما خبطتش، انت ما خبطتش اصلا، الحدث لسه ما حصلش. يبقى لن يفتح الطفل الباب لو انت خبطت عليه، يبقى مش هيفتح لك الباب. اصبح حولت الفعل المضارع لمستقبل، ولم هنا حولت الفعل المضارع للماضي، يبقى أصبح زمن الجملة كله بقى في الماضي، ولن حولت تاني، وبأكد على كلامي، حولت الفعل للمستقبل. طيب نستخلص إيه بقى من الدرس؟ نستخلص إيه من الحصة بتاعت النهاردة؟ إن عندي لم ولن أدوات نفي. طيب اوكي، فين اسلوب النفي؟ لم اكذب، لن اكذب، دول اسلوب نفي. طيب تمام، لو انا عايزه الجمله في الماضي تاني، عايزه الجمله في الماضي، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى هحط لم. لم لم يبقى ايه؟ في الماضي. طيب عايزاها في المستقبل تبقى لن. لن. تمام كده؟ طيب لم أكذب من قبل ولن أكذب أبدا. طيب أنا عندي جملة بتفيد على المستقبل وتفيد على الماضي، وبتأكد الكلام اللي احنا قلناه في الأمثلة اللي قبل كده. ازاي يا ميس؟ دي جملة واحدة، لم أكذب من قبل ولن أكذب أبدا. طيب ملاحظتوش من قبل في الماضي؟ لم أكذب من قبل يعني الموضوع منتهي، ولن أكذب أبدا، أبدا يعني أنا في المستقبل مش هكذب تاني أبدا. يبقى أنا عندي هنا لم ودت الجملة للماضي، ولن ودت الجملة للمستقبل. يبقى أنا عندي في جملة واحدة فهمت منها إن لم حولتني للماضي، أو حولت الحدث، أو حولت الجملة للماضي، ولن حولت الحدث وحولت الجملة للمستقبل. لم أكذب من قبل ولن أكذب أبدا. طيب من هنا خلاص فهمنا إن أنا عندي هنا أدوات النفي، أدوات النفي لم
ولن. طيب أسلوب النفي أهو، ده أسلوب النفي. استخرج من الجملة أسلوب نفي. لم أكذب، لن أكذب. طب أدوات النفي، عايز أداة نفي، لم أداة نفي، لن أداة نفي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حصتنا النهاردة، وأتمنى أني أكون أفدتكم، وأتمنى كمان دعمكم ليا باشتراككم في القناة واللايك الجميل بتاعكم، هيفرحني أكيد، وأشوفكم إن شاء الله في الحصة اللي جاية.